الثوب السوداني شاهد على تأريخ المرأة السودانية ومرتبط بها حد التراث الشعبي هكذا يراه الكثيرون ففي الثوب إشارة الهوية والثقافة تتجسد فضلا عن كونه واصف ومعبر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السودانية والتي لا يمكن أن تخلو خزانة ملابسها من عدة نسخ عنه فمسرح وجود المرأة ستاره الثوب وربما يظل أغلب ما تقوم به المرأة من أعمال منزلية خاصة في المناسبات والزيارات الاجتماعية كذلك يعتبر الثوب إشارة واضحة على أن من ترتديه سيدة متزوجة أو وصلت إلى سن الزواج وبالتالي تحمل المسؤولية وللثوب ألوان وأنواع تتحدد حسب المناسبة التي يتم ارتداؤه فيها المرة السودانية بطبيعة حالة مرة متحشمة ومرة مدثرة ومرة يحكمها دين إسلامي فلذلك يعني منذ القدم كانت تلبس الثوب السوداني فالان يعني بعد الاستغلال وما بعد الاستغلال وما بعد الحضارات اللي حصلت تطور الثوب السوداني من زراق ومن كريب ساكت بقى يعني اشكال مصانع اشتغلت بتجي من برا كوتات فكريب لكن كريب في ورده صغيره في وزي ما ذكرت لك الهاليبو ولا شم النسيم على الدكاتره فنحن في في الخمسينيات والستينيات والسبعينات ابتدينا يعني نطور التوب السوداني اللي هو بالتطريز نطرزه في الاطراف بقطبه ببرودليه بشكل تطريزي قبل ما تيجي هنا حكايه الطباعه دي وتغير الشكل بتاع الكريب يعني لتوب جمالي هذا المعهد بحي الدرجه بمدينه ود مدني اسمه معهد المناره التاهيلي، تتلقى فيه النسوة دورات تدريبية حول الأعمال اليدوية، قصدناه لنجد الثوب السوداني محط اهتمام لديهن، فهن يقومن بتطريزه كيفما اتفق وإبداعهن بأشكال مختلفة جميلة ومتقنة، تناسب ذوق المرأة السودانية ولا تخرج كثيرا عن نمطية التصميم حتى لا تحيد عن الشكل المعتاد للثوب. عايزين نغير الشكل بتاع التوب السوداني من كريب ساده لكريب مبطش مورد فيه شكليات يعني تلفت آه النظر فحتى ممكن نقلد آه شم النسيم ولهاليبو ممكن نقلدها بشكل الطباعه ممكن نقلدها بشكل التطريز ويتغير الشكل بتاع التوب السوداني من ساده الي توب مورد مبطش بطريقه جماليه جدا جدا يتربع الثوب على رأس قائمة أناقة المرأة السودانية، حيث تحرص على ارتدائه متماشيا ومنسيما مع فستانها أو تنورتها، وكذلك المناسبة التي ارتدي لها، فعند زيارتها لجارتها ترتدي ثوبا بسيطا يعرف بثوب الجيران، وعند استقبالها للزوار ترتدي ثوبا معينا، وكذلك لدى خروجها لحضور مناسبة زواج، ويأتي الاختلاف في الثياب متفاوتا بين خامة القماش وتطريزاته، واكسسواراته وألوانه الهادئة أو ربما الرسومات المبهرة. كأسر سودانية بنكون ملمومين دايما في الأفراح مع بعض وبيضغط طوب السوداني على ال على الزي الموجود يعني في الغالب العام فدايما المرأة السودانية بتميل لبس التوب في مناسباتها يعني لو كانت فرح لو كانت ترح لو كانت يعني كل المناسبات فالتوب السوداني بيمثل المرأة السودانية في حد ذاتها بيختلف طبعا التوب السوداني في يعني في مثلا في الفرح بيختلف حتى مثلا ساعة العقد في توب محدد للعقد الناس بتلبسه بيختلف عن التوب بتاع السهرة بيختلف عن توب الجيران بيختلف عن توب بتاع السماية توب عن الشغل فكل مناسبة ليها توبة اللي هو طابعه الخاص يعني بيختلف الثوب طبعا في في, في الوانه وفي موضاته يعني كل فترة من الفترات بيسهر توب له مسمى أو موضة محددة في المطرز في المشغول بالخرز في المطبوع بالبوهية في المعمول بالجليتر في التياب السادة اللي بتشغل بالبرودلي بالقطبة طبعا بتختلف أزعاره يعني في ثياب غالية جدا وفي ثياب معقولة وفي ثياب الجيران يعني كل شريحة المجتمع ممكن تلقى التوب اللي ممكن تلبسه لوحدها ارتبط الثوب السوداني بالعديد من المناسبات منها عادات الزواج، إذ يتعين على العريس تقديمه كهدايا قد تبلغ 12 قطعة ولا تقل عن ثلاثة قطع من الثوب السوداني، تقدم ضمن هدايا ما يعرف بالشيلة، وتقول نساء متسوقات إن كل ما يرغبن به من تصاميم جديدة تواكب أذواقهن متوفر في محال بيع الثياب وبأسعار متفاوتة تقل أو ترتفع حسب جودة الثوب. ومن الملاحظ الأسماء التي يطلقها التجار على أنواع الثياب والمرتبطة بأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن بين تلك الأسماء الدش ونفاشة الإنترنت همس الخليج وغير ذلك من الأسماء القديمة والحديثة التوب يعني بالنسبة للمرأة السودانية هو حشمة وتوب يعني أصلا ساتر للمرأة والتوب دائما يعني الإنسان بيحتاج له في المناسبات وفي الأعياد وفي المناسبات السارة يعني والعيد والحياة كده وبعدين الثياب دي فيها انواع وفيها خامات يعني فيها انواع بتوتالات وفي انواع حراير وكده ودائما يعني بيستخدموها في الشيله بتاعت المناسبات والاعراس وكده الاعراس يعني على حسب الاستطاعه يعني اللي عنده بيجيب سته ثياب اللي عنده ثمانيه ثياب اربعه ثياب على حسب القدره يعني اكثر الثياب مبيعا او شراء او اقبالا هي الثياب المشجره و طبعا الثوب عندنا نوعين ثوب كامل وتوب ربط فالثوب الكامل هو اكثر الثياب اقبالا والنوع المشجر بالتحديد من أنواع الأخرى المطرز على الحرير على الربط إقبالا لأنه أكثر الثياب استخداما في جميع الأوقات لأنه المرأة السودانية بتستخدم لنا التوب السوداني أو عنده أوقات وعندنا أوقات السهرة عندنا أوقات النهارية ثياب المناسبات فنلقى أنه التوب المشجر بيحتمل كل الأوقات هو ماشي في تزايد وماشي في اختراعات أكثر وأكثر يعني كل شهر بمر بجي بلقى هنا في توب مجدد بشكل جديد ما بلقى في توب تكرر موجود في الشهر القديم انه في توب جديد اذا التوب السوداني ماشي على اخبار حتى في العالم من حولنا بقت المراه السودانيه مميزه بتوبه ولو مسميات يعني حتى في الاحداث الحاليه الموجوده سواء احداث سياسيه سواء احداث فنيه بتلقى انه التوب السوداني مسمى بهذه الاحداث أما في المحال التجارية المتخصصة في الثوب السوداني فيرى أصحابها أن معدلات الإقبال على الشراء في زيادة ما يعني مواكبة آخر الإصدارات للأذواق خاصة الثياب السويسرية صاحبة الحظ الأوفر كلها الحمد لله رب العالمين مستوردة في الثياب السويسرية والثياب الهندية ومختلفة يعني بتبدأ من الثوب المطرز الفاخر ثم المطرز المسجر ثم بعد ذلك المشجر ثم الثوب الربط ثم الثوب السادة وبعدك اكثر الثياب اكثر مباعا هي الثياب البيضاء يعني ثوب المراه العامله والثوب يعني الشركه تخصصت فيه لانه هو زي القومي زي ما قلنا وهو الاستر بالنسبه للمراه على اختلاف انواعه وربما تاثره بمنافسه انواع اخرى من الملابس خاصه العباء الخليجيه يبقى الثوب السوداني الشاهد الاول على الثقافه والموروث الوطني للمراه السودانيه محمد مصطفى لبرنامج كاميرا الشروق ولايه الجزيره